مرحبا، اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناة بروجرا جيمر. اليوم انا نحكي بهذا الفيديو عن موضوع كتير مهم وكتير خطير. كتير اشخاص ممكن يقعوا بهذا الفخ اللي بينصب لهم عن طريق فيشنج اتاكس او عمليات اصطياد. الهدف منها طبعا الاحتيال والوصول لمعلومات او بيانات الشخص او الضحية. اوكي، بهذا الفيديو الهدف منه طبعا مش لأحكي كيف بينعمل هذا الشيء او كيف بنطبق هذا الشيء، اكيد فور ذا يوتيوب جايدلاينز او بسبب القوانين اللي بيوضعها اليوتيوب اكيد ما فينا نحكي عن هذا الموضوع، ولا اني انا مخول او مصرح اني احكي بهذا المواضيع لانه ممكن في اشخاص كتير يستغلوها لاسباب سيئة او بتضر باشخاص بريئين من هذا الشيء. ولكن هذا الهدف او الهدف من هذا الفيديو هو التوعية وفرجيك كيف بيصير هذا الشيء والدلائل اللي بتدلك انه هيدي المسج مثلا في عملية احتيال او في عملية نصب او ممكن توصلك لنتائج اكيد ما حدا بيرضى فيها. طيب، اول شغلة حنروح مثل ما شايف، خلينا نفتح التليفون تبعنا وفرجيك على هيدي المسج اللي وصلتني. لكن قلنا بعمليات اي عملية نصب او احتيال ممكن يلجأ الهاكر او المخترق لاساليب كتيرة معروفة بشيء اسمه سوشيال انجينيرينج او الهندسة الاجتماعية، ممكن يستخدم فيها هون بيلجأ فيها لاساليب معينة او بيلجأ فيها للذكاء الخاص والقدرة الاقناع اللي بتكون عند الهاكر. ممكن بتليفون يستدرج او يستدرج معلومات او يجمع معلومات، حكينا قبل عن الانفورميشن جاذرينج تولز، ولكن هون عم نحكي عن عمليات بتوهم الضحيه بشيء معين. مثلا هون عندي على التليفون، خلينا نعتبر طبعا انا كل هيدا الشيء مشتغله قبل ومجهز هيدي الانفايرمنت او البيئه كلها لا حتى افرجيك على النتيجه وكيف بتصير القصص. اوكي، طيب عندنا نحن هلا هون حنفوت على مسج على المسجز. اوكي، على المسجز. اوكي، وصلني مسج، اكيد انا ما حبين الرقم، وطبعا فينا نبعث من اي رقم منا اياه باي اسم ولاي شخص حول العالم. اوكي، وصلني مسج هون بتقول مرحبا، لقد تم اختيارك لتنزيل تطبيقنا الجديد نوت باد بلس، وسوف يتم ادراج اسمك في قرعه الفوز بجائزه الالف دولار، الرابط في الاسفل. اوكي، طيب اول شيء لو افترضنا نحن الرقم ممكن باسم شركه معينه او باسم شخص معين، او ممكن يكون الرقم مبعوث من حدا من عندك من الكونتاكتس، يعني هذا الشخص بيعرف الكونتاكتس تبعولك، بيعرف الارقام تبعهم وبيعت لك من رقمه، لانه ممكن تعملها بابسط الامور انك تبعت برقم موجود عندك على التليفون. اوكي، ومحطوط الرابط تحت. طيب اذا بنيجي للرابط، مثل ما عم نشوف اول شغله عم نشوفها محطوط HTTP. طيب HTTP هذا بروتوكول منه سكيورد، منه HTTPS. اوكي، اول شغله بتدلنا انه الموقع ممكن يكون مشبوه. طيب بيجي في عندنا محطوط IP وعندنا اسم التول notepad20plus.apk، مظبوط notepad apk plus. طيب بس في عندي هون هيدا الاي بي، هيدا الاي بي بيثير الشبهات لانه ممكن يكون هيدا اللينك او هيدا الابلكيشن مربوطه بهيدا الاي بي. طيب هون اكبر دلائل بتدلنا انه هيدي الابلكيشن ملغومه او فيها باك دور، بيفتح باك دور بقلب التليفون وبيصير في حدا يتحكم فيه. طيب خلينا نفترض انه هذا الشخص ما عنده هالخبره، ما عنده هالبينه، وقع بهذا الفخ وفتح هذا اللينك. اوكي، خلينا نفتح هذا اللينك ونشوف شو بيصير. اوكي، لما فتحنا هذا اللينك اول شغله عملها عم بيقول لي داونلود فايل، وبالفعل هو اصلا قايل لي بالمسج قايل لي انه عمال انستليشن لهيدي النوت باد بلس. حنعمل داونلود. اوكي، بلش يعمل ستارتنج داونلود. حنعمل اوبن فايل. اوكي، عملنا انه انستول. اوكي، بنعمل انستول. انستول مثل ما شايف عند الايكون هي نوت باد بشكل طبيعي، نوت باد. اوكي، انستول اني واي.
اوكي، وهون نزلت الابليكيشن، عملنا دان. اوكي رحنا على الابليكيشن نشوف وين نزلت. اوكي هي هون نوت باد، فتحناها عادي جدا نوت باد. اوكي عم بيقول لي انه 10 مليون شخص منزلها بهذا الشكل. اوكي اذا بعمل اكسبت جيت ستارتد. اوكي while using. اوكي الله، وهون بشكل طبيعي مثل ما شايف، وقايل لي انه هي بريميوم داي داي 3 دايز فري تراي بشكل طبيعي. فتح ما بين شيء عندي على الجهاز، ولكن المفارقة انه الهاكر على جهازه مثل ما شايف فاتح ميتاسبلويت وناطر ليفتح سيشن. يعني اذا بنجي هلا على الكمبيوتر، اذا بنجي على جهاز الكمبيوتر او جهاز الهاكر، هون عم نفترض نحن هيدا السيناريو كله، اجا حط حنفتح سيشن، حنعمل يوز اكسبلويت مالتي هاندلر. اوكي هنحط سيت البيلود، هو طبعا بيكون الهاكر اوريدي كلهم عاملهم ومجهزهم لا يفتح. اوكي اندرويد انتربريتر ريفرس تي سي بي، طبعا في اختار اي نوع بيلود ممكن يبعته، حط سيت للالهوست. وبيعمل ران. اوكي هون فتحت السيشن، ناطر الهاكر الضحية ليفتح الابليكيشن. اذا بنرجع على التليفون وبنشوف الابليكيشن، طبعا انا عملت هيدي الخطوة قدامك على الكمبيوتر لحتى افرجيك، ولكن هو بيكون هيدي اوريدي كلها عاملها وناطر اول ما تنزل الابليكيشن ويفتحها. حنرجع نعمل ديمونستريشن على التليفون او لحتى نفرجيك كيف بتصير الخبرية. هون انا على التليفون جيت كبست على النوت باد وفتحتها. اوكي مثل ما شايف لما فتت على الابليكيشن فتح معي سيشن ميتربريتر سيشن مع الجهاز. اذا بعمل ال اس بشوف انه انا داخل الجهاز، فيه يتحكم بكل شيء داخل الجهاز. عملنا هيلب بنشوف شو فينا. طبعا انا حاكي عنهم بسلسله الميتاسبلويت، كل الكوماندز شو فينا نعمل بقلب بقلب جهاز الاندرويد. بهذا الشكل بكون وصلنا لنهاية الفيديو. طبعا ما حاحكي عن الكوماندز لانه هدفي مش فرجي كيف نتحكم بالجهاز، بس فرجيك انه كيف ممكن يوقع اي شخص بفخ السوشيال انجينيرينج مسجز والفيشنج اتاكس اللي ممكن تعرض جهازك لاختراق بابسط الامور. شفنا كيف ممكن تكون يكون هذا الباك دور او البيلود معمول داخل ابلكيشن معروفة موجودة على البلاي ستور، ولكن انزرع فيها هيدا الباك دور. بنهاية الفيديو ما تنسى هيدا الفيديو كان الهدف منه توعوي تثقيفي لتنتبه من المسجات والايميلات اللي بتوصلك، لانه ممكن يكون هيدا اللينك بطريق يكون موجود بكيو ار كود مثلا، ممكن يكون بمسج مثل ما هلا عملناها، ممكن يكون بايميل، ممكن يكون باي وسيلة تانية توصل على جهازك. بتمنى يكون عجبك الفيديو وتكون عم تتعلم، ودائما استعمل يكون الهاكينج تبعك هو ethically لأهداف تعليمية. دائما ما تنسى follow like and share، smash the like خلي الفيديو يوصل. بنرجع بنذكر انه this video is for educational purposes only and we are not responsible for any illegal usage. نحن مش مسؤولين عن اي سوء استخدام للمحتوى الموجود على القناة. ثانكس كثير على المشاهدة، انطرونا بالفيديوهات اللي جاية.